في الظاهرة أيضا مسيرة للصحة والسلام عنوان تجربة فريدة يقترحها شبان المغاربة وأجانب. على الأقدام سيقطعون 100 كيلومتر انطلاقا من شاطئ الصويرة، والغاية تربوية هدفها التحسيس بخطورة الأمراض المعدية. كيف ذلك؟ في روبورتاج حسين وزيق مروان كبصة. تتبعنا خطواتهم التطوعية لمعرفة مدى صعوبة التحدي الذي ينتظرهم في مسيرة الصحة والسلام. إنهم مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات سيتخطون سيرا على الأقدام ما يناهز 98 كيلومترا بين شاطئ مدينة الصويرة إلى غاية شاطئ المنطقة السياحية لإمسوان. مسيرة الصحة تحمل ثلاثة ديال الأبعاد، البعد الأول وهو بعد رياضي سياحي وترفيهي، أما البعد الثاني فهو بعد بالدرجة الأولى صحي وكذلك تضامني مع مجموعة من الدور اللي غادي نشوفوها في الأكوغ ديال المسيرة ديالنا. دوار غناش سيدي مبارك كان المحطة الأولى، ولأنها مسيرة للصحة وللسلام فقد استفادت نسوة هذه القرية من نصائح طبية واجتماعية للحفاظ على سلامتهن وسلامة صغارهن. تقريبا كانوا شي 60 مرة في الجروب الاولاني. المعلومات اللي دوزنا لهم هما معلومات خاصة بالتوعية الصحية على صحة المرأة والطفل، وبالاخص كل ما اللي تيهم بالنظافة الشخصية ديال المرأة، متابعة الحمل والولادة، تنظيم الأسرة، مرض السرطان، تزيع عنق الرحم. تعلمنا منهم بزاف د الحوايج وشكرا، جوعتنا استفدنا منهم على المرض. انا غنضا فارسي قلنا المصلحه نغض المصلحه ندار وانا نضل بارسنا حتى نكون عاوننا. مسيره الصحه والسلام في دورتها الثانيه ستمتد لاسبوع كامل، وسيقابل فيها هؤلاء المتطوعون ساكنه عدد من الدواوير بالمنطقه كاغناج وسيدي احمد السيح اغوزيم وتمزقيده نفتاس. والمستهدف الاول من بين الساكنه هم النساء والاطفال. كان تمشاو في الدوار هنا لمساج ديالنا الايات لسه ديالهم باش الدراري صغار ديالهم المستقبل ديالهم. قد يكون المشي لمسافات طويله على الاقدام امرا مرهقا لدى هؤلاء المتطوعين، الا ان ثعب المشي قد تنسيه فرحه هؤلاء الاطفال باستقبال زائرين متطوعين يحملون معهم المعنى الحقيقي للقيم الإنسانية الخالصة.